لو الحكاية فيها إن فيتو سيد تركي بن شيخ بيهرج عليهم. مصر ليست المرتزقة الذين يذهبون إليكم ويتسولون. الفندق كان على حساب مين؟ هنقول على حساب العمرة كلها كانت على حسابك، وانت عزمتنا احنا كمجلس الإدارة بالكامل. وعلى فكرة وشها كان حلو، وكسبنا النادي. لا مصر أكبر من هؤلاء الأقزام. أتحدث عن نادي الزمالك. نادي الزمالك ليس للبيع، ولن تكون رئيسا شرفيا للنادي ما بقيت أنا على قيد الحياة. حنانيك أمشي مهلا، فمصر لا تشترى ولا تباع. عيب.